تصبح دويلات بحجة أنه هذه الدويلة الصغيرة اللي بحجم الدبوس أنها هي اللي تقود في المستقبل، وده طبعا خداع بيخدعوهم بيه في الحياة وده مش هيحصل. لكن كان مهم جدا أن هذه الدول تفوق. إن لم تفق هذه الدول في النهاية مصيرها زي مصير دول أفغانستان لما بدأت تدعم الجماعات وتمولها وتدربها في أراضيها. شفنا مصير أفغانستان وشفنا مصير ليبيا لما القذافي بدأ في مراحل بداياته يتعامل مع الجماعات، في النهاية كان مصيره إيه؟ صحيح. طيب اسمح لي بس في الجزئية دي، بعض اللجان الإلكترونية الموجودة على السوشيال ميديا بشكل كبير أول ما تبتدي تقول الحمد لله احنا مش زي ليبيا، الحمد لله احنا مش زي العراق، الحمد لله احنا مش زي سوريا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يقول لك ايه نظريه المؤامره دي؟ عمرنا ما كنا هنبقى كده، وانت ليه دايما بتتكلموا في الحته دي؟ يعني هو طبعا مش هينفع نبقى كده، لان احنا تركيبه الشعب المصري تركيبه عبقريه، ما عندناش فتن طائفيه، حاولوا معانا كل المحاولات الحمد لله رب العالمين ما بيحصلش، حاولوا معانا حتى في الرياضه والمشجعين الرياضيين دخلوا لنا في الحاجات دي وما نفع، جربوا معانا كل حاجه في الدنيا، لكن تركيبه الشعب المصري 90 مليون وعاقدته بحب وطنه بشكل كبير فمش نافع معانا حاجه، بجرب معانا كل حاجه بس مش نافع برضه. راي حضرتك ايه؟ المجتمع المصري نكتيج نسيج متكامل في بوتقة واحدة كله يكمل بعضه. الجيش نفسه الجيش المصري هو جيش الشعب، من الشعب، الضباط اللي في الجيش، العساكر، القيادات، وزير الدفاع، كل رئيس الجمهورية، كلنا من دولة واحدة، كلنا كمان جمهورية، يعني مفيش حد فينا مستمر، مفيش ملك بيستمر فكن فيكون فهو هذا الأمر كما أريد. لا، مصر دولة جمهورية بتنتخب رئيس الجمهورية، الشعب هو اللي بينتخبه. الجيش المصري بيتولى وزير دفاع فيالي آخر بعد مرحلة معينة، وهكذا باقي الوزراء وباقي الحكومة نفس الكلام، مؤسسة الدولة، فما فيش حد مستمر في الدولة. الشعب المصري بيتكامل كله، مسيحيين، مسلمين، مختلف الأطياف، المجتمع المصري ليبراليين على اشتراكيين على قوميين على حتى اتجاه ديني، في النهاية مفيش مانع اننا نختلف في الرؤى والاتجاهات لمصلحة بلدنا، كله من حسب رؤيته. يعني الاشتراكي من وجهة نظره انه مصر تكون دولة كبيرة من وجهة نظره، الناحية التانية الليبرالي من وجهة نظره، لا مانع، لا، في النهاية كله في النهاية يصب في مصلحة مصر. المهم في النهاية كلنا بنخاف على مصلحة مصر. نظرية المؤامرة، العلاقات الدولية قائمة في الأساس على الصراع، يعني في دول، يعني في مصالح، يعني في تناقض في المصالح، يعني في تصالح في المصالح، وفي في إيجابيات بين دول، في تعارض في المصالح. تعارض في المصالح يعني في صراع على مصلحة معينة بين دولة ودولة، يعني في دولة معادية ليا بتدعم دول بتبني سدود على المياه على سبيل المثال عشان يتم الضغط عليها. يعني نظرية المؤامرة هي موجودة في الأساس في العلاقات الدولية، ده جانب. الجانب الآخر، أنت تريد مصلحة معينة لدولتك، أي نظام لدولته في النهاية يهمه يخدم بلده، وبالتالي بيتهمه يضغط على الدولة الأخرى المعارضة لمصالح بلده، فبيتم الضغط عليها إزاي؟ بيتم الضغط عليها من عدة وسائل. حالياً بيتم استخدام الإرهاب ضد دول زي مصر مثلاً، دولة كبيرة وقوية في المنطقة ولها ثقلها التاريخي والحالي والحضاري والمستقبلي، فبيتم الضغط عليها من خلال الجماعات، من خلال لسه الجيش مدمر امبارح أكثر من 15 عربة محملة بالأسلحة على الحدود الغربية، لسه بنشوف محاولات الإرهاب ضد أجهزة الشرطة المدنية اللي بتدافع عن الشعب وعن الدولة. فدي كلها أمور بيتم الضغط عليك بيها عشان أنت مقاطع دولة بتدرب الإرهاب وبتموله على أساس أن أنت تتراجع عن ذلك، ولكن في النهاية لا تراجع. في النهاية مصر على مر التاريخ جات لها حروب كتيرة، حتى الاحتلالات كله في النهاية خرج مدحور، بالعكس ده التتار لما أجهزوا على المنطقة كلها جم عند مصر ودخلوا الإسلام. طيب نرجع ونقول في التجمعات الدولية ومكافحة الإرهاب دايما كان يعني القادة والزعماء والرؤساء كانوا بيشيروا لأيادي بتقوم بتمويل الإرهاب. الفترة الأخيرة طبعا في تغير في الاستراتيجية وبقى في تحديد لأسامي الدول اللي بتمول الإرهاب ومقاطعة لهذه الدول. هل قطر ضمن قائمة مجموعة أكبر بتمول الإرهاب أو أداة فقط، وفي دول أكبر داعمة للإرهاب وأيضا تقوم بتمويله؟ فعلا زي ما قلنا قطر هي مجرد أداة بيوحى إليها إن لما يتم تقسيم المنطقة وتجزئتها أنت هتقود وأنت تبقى قائد للمنطقة، زي فكرة نظرية اللي هي قيادة العالم تصبح من الأطراف من خلال دول صغيرة الحجم وليس مهم القوة الديموغرافية أو العدد الكبير، وده تخيل يعني بيحلم به قادة قطر. كمان كان البعض منهم بيوحى عليه انه دول معينه مش مديهم اللي هو النظره اللي هو بيحلم بيها او التخيل اللي هو بيتخيله.
قطر مجرد أداة من الأدوات الرئيسية. هناك مشروع رئيسي للعالم وهو مشروع القرن الأمريكي، أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية الكرة الأرضية في القرن 21 أيضا في العالم، وبالتالي لابد من أدوات في كل إقليم. طيب هنخش على إقليمنا احنا تحديدا، لا هنا برضو عندي علامة استفهام يا فندم، لأنه أنا كنت متفهمة جدا للوضع ده في إدارة أوباما، لكن دلوقتي مع إدارة ترامب في تغيير في الاستراتيجية أو في رؤية ترامب لمكافحة الإرهاب، فهل الوضع ده هيستمر؟ الرؤساء بيأتوا برؤية سياسية قد تكون مختلفة شوية، لكن خطط الدول بتقودها وتدرسها وتقررها المخابرات، فبالتالي المخابرات الأمريكية حتى الآن لم تغير هذه النظرة بشكل كبير رغم الضغط عليها، وده اللي بنشوفه من خلال بعض الترددات، بعض القرارات المترددة من الخارجية الأمريكية، لأنه في النهاية الخارجية هي دبلوماسية للشغل اللي بيتم في المطبخ المخابراتي للدولة. لكن حصل تغير في الشرق الأوسط، في المشروع الأمريكي، مشروع الشرق الأوسط الكبير وهو تقسيمه وتجزئته ويصبح إلى دويلات صغيرة، وبالتالي المجموعة المسلمة حتقودها تركيا، فكرة الخيال الدولة العثمانية زي ما بيخضع الآخر، والمجموعة الأخرى حتقودها إسرائيل، لأنه في المنطقة لا يمكن إسرائيل حيتم إخراج المنطقة، فالأفضل أنه يتم إضعاف هذه الدول وتاخد جزء من الدول زي ما بيحلموا فكرة مش عارف من الفرات للنيل والخيال القديم اللي بيتردد في بعض وسائل الإعلام ده. لكن العالم حاليا تغير، مصر جيشها من العشرة الأقوياء على مستوى العالم، رقم واحد قوة بحرية، رقم أربعة قوة بحرية على مستوى العالم، رقم واحد قوة برية على مستوى العالم، أهم جندي على مستوى العالم، مش هقول لك على مستوى المنطقة يبقى ترتيبه إيه ولا الدول إيه، هناك ترتيبات أخرى عديدة، مخابرات من أهم أربع خمس مخابرات على مستوى العالم. عايز أقول لك ال 15 سيارة اللي تم تدمينهم على الحدود الغربية ده هي معلومة مخابراتية وصلت، والقوات بالطائرات المصرية تم تدميرها. طيب. يعني هناك تم دراسة الموضوع والتحرك والتخطيط له وكيفية التحرك، وتم ضبطه تم ضربه قبل الوصول إلى الحدود المصرية، يعني هناك شغل تكتيكي عالي وفكر أكبر. المستقبل مصر قوية وبتنهض بشكل أكبر، جيشها هو جيش الشعب بيحميها، جيش الشعب زي ما قلنا في 25 يناير الشعب ما وقفش مع الحاكم مع مبارك على سبيل المثال، لا ده وقف مع الشعب. في 30 يونيو الجيش الشعب المصري ما وقفش مع مرسي، لا ده وقف مع الشعب ضد الجماعة طبعا. الإرهابية كمان الجماعة الإرهابية يحكمكم يعني يقتلكم، لا انت مش هتقدر تقتل الشعب، هو يقدر يحمي نفسه من خلال جيش الشعب. صحيح. طيب دكتور عبد القادر، يعني لما كانت مصر بتشتري الميسرال وبتشتري الطيارات وبتشتري الأسلحة، ظهرت موجة على الفيسبوك على السوشيال ميديا بشكل كبير من اللجان الإلكترونية، احنا ليه احنا اقتصادنا مش مظبوط ونشتري الحاجات دي. اعتقد من رأي يعني كلام حضرتك ان احنا بقينا من احسن افضل 10 جيوش في العالم، ده ابلغ رد على الناس دي. اللي عايز اسأله لحضرتك، تطور الارهاب سواء في الاسلحة او في الفكر او احنا بنواجهه في التطور التصدي للارهاب سواء في الاسلحة او في الفكر او في كل حاجة، هل احنا ماشيين على الطريق الصحيح؟ هل مطلوب مننا اكتر مش تصدي امني فقط زي ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقول لك تصدي فكري وتغيير خطاب ديني وتغيير كل ما يدي فرصة لحد يستقطب طفل صغير في مدرسة او شاب اكبر منه شوية في زاوية او في مسجد او في منطقة او في الفترة الأخيرة أكيد سمعنا عن تدريبات بين الجيش المصري وجيوش دول أخرى، بين الشرطة المصرية وشرطة دول مجاورة لنا، ده معناه أن الشرطة والجيش المصري حققوا نجاحات أكبر من نجاحات دول أخرى. وأدي مثال على الواقع، هناك أكثر من 40 دولة، ده أكبر قوة عسكرية على مستوى الكرة الأرضية، متحالفين مع بعض أكثر من 40 دولة في التحالف ضد داعش في العراق وسوريا في منطقة الشام ضد تنظيم داعش الإرهابي، كلهم لم يحققوا نجاحات حتى الآن كبيرة أو تذكر منذ أكثر من 7 سنوات، في حين مصر تواجه الإرهاب بمفردها وبجيشها وبشعبها وبشرطتها وبقوة إنفاذ القانون وبمواطنيها، وحققت نجاحات أكبر منهم، حتى أن الإرهاب بقى محصور في جزء صغير في شمال سيناء، لكن الإرهاب منطقي جدا يبقى في فكرة الثغرات أو محاولات الاختراقات أو محاولات في كل مستوى العالم، لأنه ده موجود في كل العالم، والإرهاب ما أصبحش فكرة زي ما البعض بيردد، ده مجموعة شباب متطرفين فكريا فنواجههم مثلا بالدين، ده مجموعة شباب متطرفين فكريا فنواجههم بالثقافة، فلا بالاقتصاد، ده فقراء عشان لابد في استثمار، ده في أغنية منهم،
في رجال أعمال بيمولوا الإرهاب، في دول بتمول الإرهاب. يعني الإرهاب أصبح شغله مخابراتي كبير مخطط، يعني بتجيله أحدث الأسلحة، يعني بتجيله أحدث الخطط المخابراتية، يعني في عسكريين بيخططوا له وبيدروه، يعني في دول وراه بترمي إلى ذلك. وبالتالي مصر قادرة على دحضه وهزمته، وخاصة أنه مصر حققت في الفترة الأخيرة نجاحات. التحالف نفسه اللي في الإقليم الحقيقة اللي في الشام والعراق الدولي بيستعين بمصر ببعض المعلومات، ببعض الرؤى، ببعض الاطروحات للقضاء عليه، خاصة أنه مصر حققت نجاحات كبيرة. يعني أنا في المنطقة يعني تقريبا أنا الدولة الوحيدة، مصر والجزائر تقريبا، اللي استراتيجيتها ما زالت ثابتة عبر التاريخ وإلى الآن ولم تزعزع حتى الآن. لكن دول المنطقة طبعا شفنا العراق، شفنا سوريا، اليمن، ليبيا، ودول أخرى مزعزعة وتعاني من مشكلات. أوروبا نفسها بيتم اختراقها يومين. عايز أقول لحضرتك في يوم واحد من الشهر الماضي، يوم واحد الإرهاب اخترق كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، ودول أخرى عديدة. طيب أنا متفاهمة جدا أنه في مشروع السويو أمريكي الكبير اللي هو التقسيم وتفتيت المنطقة. أوروبا بتعاني من ويلات الإرهاب كل يوم، والتاني في دولة من الدول. موقف أوروبا من هذا المخطط وفي نفس الوقت عدم استقرار مواطنيها أو يعني وصول الإرهاب لمواطنيها. أوروبا يعني إنجلترا بيسموها في الوسط لندن ستان، وحاليا عندنا قطر ستان وتركيا ستان ودول أخرى. يعني حتى المجموعة اللي بتدعم الإرهاب بقوا متحالفين مع بعض مع قطر في بوتقة، بقت اللعبة واضحة تماما. بالنسبة لأوروبا للأسف هناك بعض الدول بتشترك قيامها بالأموال، فتتراجع أو تتردد أنها تحاول مواجهة الإرهاب، وبدأ مواطنيها يعانوا. طب بس موقف حكامهم بقى أمام الشعوب، يعني هنا هنخش في تفاصيل الفرق بين السياسة والدبلوماسية وشغل المخابرات. الشغل المخابراتي عارفين المخابرات البريطانية عملت إيه من العشرينيات ودعمت الجماعة الإرهابية وحتى الآن وغيره وتدعمهم، وفي ناس مطلوبين الحقيقة لدول عديدة مش مصر بس موجودين في إنجلترا. هذه الفترة يا فندم ما كانش الإرهاب واصل على أراضيهم، يعني كان الملعب الرئيسي للإرهاب أو القتل يعني والدمار كان منطقة الشرق الأوسط. دلوقتي وصلت لأوروبا وعدد كبير من الدول الأوروبية طلع الإرهاب ومواطنيها. المعلن سياسيا ودبلوماسيا الكل طبعا في العالم بيرفض الإرهاب، لكن الشغل المخابراتي على الأرض ده شغل آخر. أعتقد أنهم ربما بيحققوا بيه بعض المصالح، ربما بيحققوا بيه نقاط معينة. يعني فكرة تقسيم المنطقة وتجزئتها والحروب والمعاناة اللي بتعانيها دول منطقتنا على سبيل المثال بسبب الإرهاب. الإرهاب من اللي بيدعمه؟ مخابرات من دول غربية بتدربوا بتدعموا بتموقوا. ربما في يا دكتور يعني دول كانت ماسكه العصايه من النص لغايه لما اتكوت بنار الارهاب، وفي دول اللي مش مفهوم ان هي تطلع تدين الارهاب وتشجب وتندب وتعمل كل اللي انت عايز تقوله قوله، وفي الاخر تلاقيها فيها متورطه في انها مع داعش بتمول بتعمل. فهم فعلا لما اتكوا ابتدوا يحسوا وابتدوا بعض الدول يعني خصوصا في اوروبا، ربما في تحركات سياسيه جديه ناحيه دول المقاطعه لقطر او الدول اللي بتواجه الارهاب. في بعض الايجابيات، امبارح كان في مكالمه بين رئيس مصر والرئيس الفرنسي، بعض الكلام الايجابي من رئيس الوزراء في بريطانيا، الحديث بين رئيس مصر والرئيس الامريكي ايجابي بشكل كبير جدا. لكن لسه الامور محتاجه كثير، الناس مستعجله، السياسه ومشكلات العصر الحديث الناس بتستعجلها، السياسه دائريه ما بتخلصش في يوم وليله. الارهاب في العالم ما اعتقدش هينتهي قبل 15 20 سنه على الاقل، لكن احنا قادرين نقضي عليه، قادرين نواجهه ونواجه حتى الدول اللي وراه. وربما لو تم هزيمه الدوله الرئيسيه في المنطقه الراعيه للارهاب قطر، ربما ياتي الدور على دول اخرى، ولذلك لا تؤيد بعض الدول، هناك بعض الدول تؤيد قطر وتدعمها من الخلف او تقف بجانبها او تزودها بالجيوش والاسلحه ونحمي النظام الحاكم وخلافه، عشان هيجي الدور عليها ربما فيما بعد. لكن المستقبل ان شاء الله خير. الارهاب اداه العصر الحديثه، يعني اللي زمان كان بيتم احتلال الدول احتلال بشكل مباشر، حاليا في ظل القوانين الدوليه والمنظمات الدوليه العالم تطور، فبيتم استخدام الارهاب اداه العصر الحالي، وفي العصر القادم ربما يتم استخدام ادوات اخرى زي مثلا شركات الامن متعدده الجنسيه اللي عندها امن اكثر من جيوش دول. اخيرا بقى، دور المواطن المفروض ان هو يبقى ايجابي جدا، ولازم يبقى كمان فعال في مكافحه الارهاب، بمعنى انه طبعا المعلومه هي اساس التحرك لبعض الجهات، فهنا المعلومه دي بتيجي من مين؟ من مواطنين.
عايزة حضرتك تكلم السادة المشاهدين والسادة المواطنين ويعني زي تقول لهم ازاي يقدروا ان هم كمان يأدوا دورهم على اكمل وجه بحيث ان احنا نحافظ على بلدنا وعلى المنطقة من الارهاب. الجيش بيشتغل لمصلحة الشعب، الشرطة بتشتغل لمصلحة الشعب، كل الوزارات، كل الحكومة، كل الدولة هم في النهاية موظفين عند الشعب يشتغلوا مصلحة الشعب. كان ممكن الدولة تعمل اللي يرضي الناس واللي عايزة الناس ونستدين من دول أخرى عادي جدا وناخد مليارات والناس تعيش في رغد وهناء زي ما كان بيحصل قبل كده، لكن في النهاية قرارنا مش مستقل، هيتم الضغط علينا في النهاية يكون مجرد أداة في أدوات دول أخرى. فبالتالي مهم جدا الناس تعي ذلك. كمان اصبح حاليا اللقاءات بقت مباشره بين الدوله والمسؤولين، يعني الرئاسه نفسها في تليفونات للشكوى لو كان في وزير مش عاجبنا حتى او حد مسؤول في الحكومه او في اي جهه، ما تليفونات للرئاسه، في ايميلات للرئاسه، في مكتب شكاوى للرئاسه، نفس الكلام الوزارات، تليفونات ايميلات مش عارف، في متحدثين رسميين في مناطق كثيره للشكوى. يعني اعتقد اصبح بسهوله جدا ان انا اوصل المعلومه لأي جهة أنا أريدها في الدولة متخصصة في المعلومة اللي أنا عايزها. كمان الأمن الوطني تلفوناته موجودة في كل مكان، يعني الداخلية، كلنا في النهاية بنحافظ على بلدنا. أجهزة المخابرات، الأجهزة دي كلها بتشتغل لينا إحنا لمصلحتنا، الحفاظ على البلد في النهاية مش لمجرد هم، يعني الشرطي ورجل الجيش الموجودين في الشارع في عز الحر في الصيف وفي عز البرد في الشتاء، دول مش كان ممكن يشتغلوا في التكييف، لكن الناس دي بتشتغل في الحر وفي البرد علشان احنا لمصلحتنا احنا. الشرطة اللي بيستشهد او اللي الجيش بيستشهد عشاننا احنا مش عشان نفسه في النهايه، وده مش بتقوليش دي شغلته. لو ندور على شغله في ناس بتشتغل في التكييف، لكن هو بيشتغل في عز الحر وفي عز الشمس عشان يفدي بلد. عقيده الجيش المصري حاجه واحده، يا مصر تنتصر وهو يستشهد، يا مصر تنتصر وهو يعيش. يعني مفيش حل غير ان مصر تنتصر. اعتقد مفيش حد فينا هدفه في الشغل كده، مفيش حد فينا بيروح الشغل عشان يا مصر تنتصر ويموت، يا مصر تنتصر ويعيش. صحيح. احنا بنشكر حضرتك واهلا بحضرتك معانا دايما في مصر جميله، والحقيقه يعني ده خير كلام نختم بيه الفقره دي. شكرا. شكرا جزيلا. هي دي مصر وهتفضل مصر كده وهم المصريين كده ومحدش هيقدر علينا خالص. تعالوا ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل مصر جميله.